يعني اشنو القصه ديال هذا الاوتيل هذا؟ اشنو القصه ديال هذا الفندق هذا؟ هذا الاوتيل حنايا عشرات، حنايا عشرة الاولاد. با مسكين الله يرحمه مات هذه 20 عام، وهذا الاوتيل باعوه هذه 3 سنين ونص، باعوه بلا الاراثه، بلا ما يخبروا الاراثه، بلا حتى شي حاجه، يعني بلا عدد الموتى والوراثه، بلا حتى حاجه. ملي اسمو تسقسينا حتى المحامي ديالنا ما سيق الخبر. ايوا ملي جينا نقولوا لهم قال لك لا صافي راه شراه، وهو ما كانش عارف انه با هذه كان عاود لوطيل وزاد فيه 47 متر كاري، وهو دابا راه شرع غير 57، وما كانش عارف. دابا حنايا عندنا في التيتر، بقى في التيتر سميت با عبد الفتاح محمد، بقى 47 دابا لاصق على لوطيل، لاصق على. لا انتوما كيفاش تفاجئتوا، كيفاش عرفتوا بانه هذا السيد هذا راه يعني اتفق مع، على حسب دائما الاخوه ديالكم قلتي بانه اتفق مع ذاك القابض اللي مكلف لكم بالقباضه، اللي كيجيب لكم الفلوس ديال الكرا وداك الشيء، السومه الكرائيه؟ لا ماشي، ما كانش عارف حتى هوايا. لا ما كانش عارف، حتى جا باش يحل لوطيل وياخذ الفلوس. قالوا ليه راه تباع. تباع لوطيل لا ما كانش عارف. هذاك ولد اختي كنا حنا حيت فرنسا دايرينو باش يجي ياخذ الفلوس ديال الريستوران 100,000 ريال كل شهر ويحل لوطيل يشوفو. قالوا ليه لا راه ما عندكش لو دغوا تباع، وحنا ما سايقين خبار، والمحامي ديالي حتى هو ما سايق خبار، وحنا في فرنسا. ولكن حيت دابا الكلام اللي قلنا حنا في الكواليس ماشي هو هذا اللي كندوي عليه دابا حنا الان، دوينا على ان كاين تواطؤ ديال المحامي، هذه الهضره اللي تقالت لي انا، قلت لي كاين تواطؤ ديال المحامي بانه عارف هذا الشيء هذا. المحامي ديال مرت دابا غير مهم، انا بالنسبه لي حنا في الكولاسه قلت لي بان المحامي هو اللي كاين تلاعب من طرف المحامي. اي باش المشاهد تا هو يفهم شنو كاين. هذا حتى هذه الهضره اللي على اساسها حنا جينا اصلا. ياك استاذ ديالي. لا المحامي ديالي كان ما سيقش الخبار. المحامي لا دابا فهمك. هذا نفهمك. حنا كنا شادين واحد البنت مقابله با. حنا حين هو كبير عنده 93 عام، كانت مقابله ناض قبل ما يموت، عام قبل ما يموت وهو مريض ناضت بغات تزوج معاه، وهو جنسيه فرنسيس ما عندوش الحق. ملي مشى للكونسيلا قالوا لي ما عندكش الحق، انك مرتك بقى حيه ما عندوش الحق بقى شي يتزوج مرا اخرى. ملي مشى لومباساد ديال اليمن قالوا لي لا بغيتي تزوج سير سال اليمن. ناض المحامي ديالها حيت هي دارت محامي زوروا. اذا الاب ديالك الله يرحمه اصله يماني. يماني وعنده جنسيه فرنسيه. ونادوا وزوروا واحد القاعيس وقالوا راه تزوجت به، قلنا ما كاين مشكل دخلوها معانا. ناضت المحامي ديالها هذه 3 سنين ونص باعوا لوطيل وزونشيخ. باعوا بدا بلا موتى ورثة، بلا إراثة. بلا الإراثة كاينين. بلا خبر المحامي ديالنا باعوه. ملي جا هذاك اللي مكلفينو باش يجي ياخذ الفلوس ديال الريستوران ويجي يشوف لوطيل، قالوا ليه لا راه صافي تباع وشدوا لوطيل، والفلوس تيمشيو عند هذاك اللي شرا 100,000 ريال كل شهر. هذه دابا 3 سنين ونص. دابا راه تقريبا 20 مليون اللي خاد. ولكن دابا انتم ما كتشوفوش بانكم تقدروا توقعوا تحت طائره القانون بحكم هذا السيد اللي شرا، حتى هو شرا بطريقه قانونيه هذا السيد هذا. انا خويا ما نعرفش اش داروا، ما نعرفش اش داروا. هو قال لي الشهادات الملكيه ديالك. لا وري باش المشاهد يشوف. هذه ها هي دور عند الكاميرا. هذا 57 متر كاري، هذا 57 متر كاري اللي شرا. ياك. وهذه 47 متر كاري ما كانش عارفها، بين ما با زاد فيه وباقا سميت عبد الفتاح محمد. هاي وهذا البلان، هذاك المتراج. لو بلون اللي مشيت خرجت ديال
من المحافظة 47 متر كاري، وانا عندي 47 متر كاري باقا في سمية صبا وربعة ليطاجات ديال لوطيل. هادو كلهم باقي في سمية الأب ديالك الله يرحمه. باقي في سمية الأب. هذا هو الفندق اللي كنتكلموا عليه الآن، هو هذا. كيفاش تحل؟ كيفاش؟ بدنا هذاك. 74 حبة. هذا هو الفندق اللي كنتكلم عليه هاد السيدة هادي. هو هذا. كنا باغيين نصبوه ونجيبو نصاوبو أنت. سادو ونخليه. يعني وتعاودوا نتوما. نعاودوه ونصاوبوه. وهو دابا ملي حيت هو بغى يبيعو. ملي تيجيو هذوك اللي باش يشريو تيقول يا ودي راه هاد اللوطين فيه أكثر من 57، هذا فيه بروبليم. البروبليم هي 47 اللي زاد فيه با. دابا داك اللي 47 راه في سمية با محمد عبد الفتاح. واخا بقي معنا أستاذة باش يفهمونا المشاهدين. دابا هذاك السيد اللي شرى اللوطين إيه؟ باغي تا هو يبيعو. هو بغى يبيعو. اذا ملي كيبغي يجي يشري شي واحد كيقول ليه راه كاين تناقض ما بين الميتراج اللي عطينا انت وما بين الميتراج الاصلي. اكزاكتومون. ياك هذه الهضره. هي هذه. يعني بحال هذاك. هو لو تيتخ ديال 47. واخا توجهتو للمحامي توجهتو المحامي ديالي تيقول لي باقي هذا الشيء ما داز، هذا الشيء 12 عام وحنا معاه. المحامي ديالي مات عبد لا ما تسميه بلا ما تسميه ما تسميش اسمو هذه 12 عام حنا معاه كوني با تيدين فينا ويجيب فينا تقريبا 27 مليون اللي عطيناه النوب الاولى عطيناه 2 مليون قلنا لي سمعنا من ما غادي يبيعوه زونشير هذاك ديال المحامي ديال قلتي لي راه غادي يبيعوه بلا عدد مسوراتها سمعناها قال لك لا غادي نوقفوا ما دار حتى حاجه عاوتاني ملي باعوه وجيت عندو جيت عند المحامي قلت ليها ودي راه باعوه قال لي لا جبي انولي غادي نحيد غنحيد داكشي جبت لي 14 مليون ونص جبت لي 14 مليون ونص ايوا هادي 12 عام حتى شي حاجه ما دارها مشيت للرباط المينيستر ديال العدل وزارة العدل الوزارة ايه المينيستر ديال لاجيستيس ها هما كاع صيفطوا لي ورقه ها هي ولكن قالوا لي هذاك المحامي اللي درتي لي حدت انا الشكايه على المحامي ديالها ديال المراه اللي كانت مع الاب ديالها اللي باع قالوا لي لا خصك ديري الشكايه على المحامي ديالك اللي ما دارش الخدمه ديالو هذه هي الهضره اللي يعني المحامي ديالك قالوا لك بان المحامي ديالك ما دارش خدمته هو الخصو ديالك اللي من اجلها كان كيتخلص تيتخلص خذ لي تقريبا 17 مليون 17 مليون إذا دابا على حسب القصة اللي فهمنا بأنه هاد السيدة اللي هي اللي كانت مع الأب ديالك ياك؟ إيه هاد السيدة اللي كانت مع الأب ديالك اللي حسب ما قلتي لينا كانت عايشة مع الأب ديالك يعني تكاتبت معاه تكاتبت معاه عام قبل ما قبل ما يموت قبل ما يموت هو مريض شحال كان في السن ديال الأب ديالك؟ 93 عام 93 عام إيه هادي ملي توفى إيه ولكن ملي تزوج بهذيك السيدة شحال كان في عمرها؟ 92 اذا عام يلا تزوج بها عام ايه عام قبل ما يموت واخا انتم ملي اكتشفتوا بان هذه السيده هذه كتلعب ملي جينا ما حنا ما سقناش خبار امتى سقتوا خبار امتى سقتوا حنا الخبار ملي قالوا لي انا ربا مات ايوا جينا جيت انا وخويا الكبير وخوتي سي جوج خواتات عاد خرجت لينا خرجت لينا لابسه البيض وخرجت لنا بالورقه ديال الزواج ما سقينا خبار عرفتي تفاجئنا اون ايتي شوكي قلنا كيفاش اللي تزوجت به هو راجل كبير ومريض كيفاش تزوجت به قلنا ما كاين مشكل نشدو هذاك الشيء اللي بقات معاه ما كاين مشكل نشدوها ونخليوها في البارطمان فين كان ساكن با تبقى تماك قالت لك هي لا بغيت هذا البارطمان وبغيت هذه وبغيت هذه اللي هي اللي بوحدها واخا انتوما شحال ديال الخوت انتوما من اب واحد 10 واخا هذا السؤال غيسالوه المشاهدين بطبيعه الحال انا نقولوا لك دابا من هذوك 10 الخوت علاش مثلا انت هي الوحيده اللي كتطلعي وتنوضي في هذا الملف هذا علاش مثلا؟ واحد ثلاثه اللي ماتوا يلا يرحمهم الله يرحمهم اذا بقوا سبعه ثلاثه اللي ماتوا
وخويا اللي كنا دايرين ليه الوكاله هو دار لي الوكاله حيت ما تيقدرش يجي. دابا انت اللي عندك الوكاله. انا اللي عندي الوكاله دابا ما تيقدرش يجي مريض، والاخرين ما تيقدروش يجيو عندهم خدمتهم. ايوا انايا اللي حيت روتريتي تنجي هنايا تنبقى هذيك 7 شهور 8 شهور. كتبقاي مقابله داكشي ديال العائله. تنبقى تنمشي نشوف نسقسي باش تعرفي الامور كيفاش دايره. كيف دايروا دابا راه عندي عندي رونديفو مع المحامي الثاني ديالنا. اذا داك المحامي الاول بدلتوه. لا ما بدلناش، غادي نمشي نشوف اش دار لينا والو حتى حاجه. اذا باقي ما سحبتوش الوكاله من المحامي ديالكم. اخي ما عرفناهاش دار. كوني بغيت يقول لك لا هذاك الشيء طويل، هذاك الشيء راه خصو الوقت وخصو الوقت وخصو الوقت، وهذه 11 عام تيدي فينا ويجيب فينا ويدي فينا ويجيب فينا. 11 عام؟ دابا طلعت 12. واخا انتوما باش كطالبوا دابا؟ اشنو كطالبوا انتوما؟ ايوا حنا نطالبوا، حنا ما عرفناش كاع شحال شارينو فين الفلوس. حنا طالبين لوطيل يرجع لينا. اللوطه ديالكم رجع لكم. وهذا السيد اللي دفع الفلوس ديالو مثلا باش شراه مثلا شنو مثلا؟ حنا راه غوت عليه درت ليه التليفون قلت ليه زعما كنتصاوبوا نشوفوا كيفاش غادي باش نارونجيو زعما كيفاش نارونجيو. غادي نمشيو للتريبيونال نشوف واش كاين باش لوطيل يرجع لينا. هذا هو الفندق، هذا سطح الفندق، هذا السطح ديال الفندق.